بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا عالم العصافير؟ الحمد لله. دائما نبدأ بالبسملة بسم الله. اليوم درسنا في مادة التربية الإسلامية أو مادة الدين عن سورة جديدة، سورة الفلق. اسمها سورة الفلق. اقرأوا معي، ما اسمها؟ سورة الفلق. سورة الفلق. احنا حكينا انه القرآن الكريم لما نقرأه الله بيعطينا حسنات كثير، وقبل لا نقرأه في آداب للقرآن الكريم لازم نتعلمها، لازم نتكتب نستمع للقرآن الكريم، ما نحكي أثناء قراءة القرآن الكريم، لأنه في عنا ملائكة بتسجل حسناتنا والله بيعطينا حسنات كثير. في عنا بكتاب التربية الإسلامية صفحة 27 سورة الفلق. بدنا نتعلم اليوم سورة الفلق. دائما قبل القرآن نتكتب نستمع ونبلش نقرأ. نبدأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا نتعوذ من الشيطان الرجيم حتى الشيطان ما يجي عنا. ثم نبدأ دائما بالبسملة. ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تعودنا من الشيطان بدأنا بالبسملة. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. إذا تبدأ سورة الفلق بإيش؟ بقل أعوذ برب الفلق. بماذا تبدأ؟ قل أعوذ برب الفلق. طيب إيش يعني الفلق؟ إيش يعني معنى الفلق؟ الفلق الصبح. الفلق الصبح، لما يجي الصبح تطلع الشمس ومنصير نشوف من غير ضوء ولا كهرباء ولا إشي، اسمه الفلق. الفلق الصبح. الفلق. نكمل: من شر ما خلق. يعني نتعوذ بالله من الأشياء الشريرة، مثلا ثعبان بيقرصنا وبيعمل لنا مرض نتعوذ منه، أي إشي بيعمل لنا إشي مش كويس سيء نتعوذ بالله منه. يعني الشيطان بيدلنا دائما على السوء نتعوذ بالله منه. ومن شر غاسق إذا وقب. ما معنى غاسق؟ غاسق ما معنى غاسق؟ الغاسق هو الليل. الغاسق هو الليل، يعني لما تغيب الشمس ويجي الليل بيصير في عتمة. نتعوذ بالله كمان من الأشياء الشريرة اللي بتطلع بالليل. الغاسق الليل. ومن شر النفاثات في العقد، يعني اللي بيعملوا لنا أشياء مش كويسة، بيسحروا أعيننا، بيعملوا لنا أشياء سيئة نتعوذ منهم. ومن شر حاسد إذا حسد، يعني اللي بدهم يحسدونا كمان نتعوذ منهم. هاي الآية يا حبايبي هي حفظ، وحفظ كمان المعاني. الفلق الصبح. الفلق الصبح. الغسق الليل. الغسق الليل. بماذا تبدأ سورة الفلق؟ تبدأ قل أعوذ برب الفلق. بماذا تبدأ؟ قل أعوذ برب الفلق.